بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبائي في الله، نقدم ليكم النهاردة تمرين جديد وعشب جديد، تمرين هنقوي بيه عضلات، هنلين بيه مفصل، وهنقدم معاه عشب جديد عشان نعرف إزاي نستخدمه يكون وقاية وعلاج لينا. بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة وتمرين جديد وعشب جديد. النهاردة هنكمل استطالة عضلات الفم، ولكن الاستطالة النهاردة مش للإنسان العادي، عايز الشباب هم اللي يعملوا هذا التمرين، عشان الشباب بيبقى عضلاتهم أقوى ومفاصلهم أكثر مرونة ومفيش خشونة، الحمد لله. حلقة النهاردة هنشوف معنا الكابتن حمدان، هنبدأ نعمل تمرينات الاستطالة من وضع فتح الرجلين. الأول فتح الرجلين في تمرين ده التمرين اللي هو بنعمل استطالة للعضلات الداخلية والخلفية في آن واحد. طبعا الوضع ده بيكون متعب لو حد من كبار السن، من إخواننا كبار السن عملوه، احنا عايزين الوضع ده للشباب. أخونا هو شغال ما شاء الله، طبعا بنقول ما شاء الله، يا ريت كل المشاهدين يقولوا كده علشان ما نحسدش الكابتن حمدان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دلوقتي بيعمل تمرينات استطالة، طبعا الحركة اللي بيحرك فيها الجسم دي بيحاول يحصل على أطول وضع لطول العضلة أثناء الشد. ممكن نعملها مع مشط الرجل مرفوع زي ما أخونا مورينا دلوقتي مشط رجله، وياريت أخونا المصور يجيب لنا مشط الرجل شكله إزاي. أهو مشط الرجل، أهو شايفين ما شاء الله بيحرك المشط، هنا مش على الكعب، هنا بدأ يحرك مشط رجل عشان يعمل استطالة للسمانة أيضا. الوضع ده من الأوضاع، ونرجع تاني الوضع اللي بدأناه في البداية، وهو الوضع فتح الحوض. فتح الحوض ده من ناس كتير محتاجة التمرين ده، ويمكن كان قدماء المصريين بيعملوا التمرين ده قديما لوضع القرفصاء، وبيكون وضع المرأة قبل الوضع، كان النساء زمان بتوضع وكانش في قيصرية في هذا الوقت، إن الحوض كان بيكون في أحسن أوضاع المرونة اللي بتسمح للجنين للمرور. التمرين ده في غاية الأهمية، ياريت كلنا نحرص على مرونة عضلات الفخذ. وبهذا التمرين نختم حلقتنا إن شاء الله، ونقول معانا تمرين جديد وعشب جديد. إلى لقاء في حلقة جديدة مع عشب جديد وتمرين جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبات النهاردة أيها الأحبة في الله وعشبه هو الجعدة، أو ما يعرف دي أسماء عديدة جدا، مثل مسك الجن، حشيشة الريح، المسيكة، جعدة، يسمى في بعض البلاد باسم طرف، أو يسمى مسك الحن، أو أرطالس، أو بربرية، أو القلسم، كل دي أسماء. ويمكن عندنا في مصر بيسموه الجعضيض. الجعضيض أو الجعدة بيميل لونه ولون أخضر داكن، يميل للون الرصاصي، طول الشجرة 30 سنتي أو طول العشب 30 سنتي. هذا العشب له فوائد عديدة جدا، أولا مقوي عام، يعني الناس اللي عندها أنيميا، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى يعني بفضل وكرم ومنه جه من علينا بنباتات زي ما اتكلمنا على الهندباء البري والشاكوريا. النهاردة بنتكلم عن الجعضيض، ويمكن ده من أشهر الأشياء المفيدة له، أنه بيعالج أمراض كثيرة جدا. أولا بيعالج عند البدو، بيعالج مرض السكر، يعتبر أساس علاجه عند البدو هو الجعضيض أو الجعدة. بيستخدم كعلاج أيضا الأوراق بتاعته لعلاج الحمى، إذا استخدمناها كمغلية وتوضع في كمادات على الجسم، بس بعد ما تبردها، يعني تغلى الأول وتوضع في كمادات ونبردها وتوضع على الجسم المحموم، بتخفض الحرارة. تستخدم في ألام المعدة لو طبخناها، يعني غليناها مع بعض الأعشاب الأخرى مثل الشيح، تستخدم لعلاج طارد للديدان، خاصة الدودة الشريطية ودودة الإسكارس. بتعالج مدرة للبول، بتعالج آلام الطمس عند النساء، ويقول عنها يعني كثير من العلماء إنها ممكن استخدامها في علاج بعض الجروح لو تم خرطها، يعني تتفرم مثل
يعني تتفرم زي الملوخيه وتضاف على الجروح، لها تأثير طيب جدا على ارتقاء هذه الجروح. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.